يعني انا كنت محتاجه اشتغل كاسه وحياه الله. كنت ايه يا اختي؟ لانه اخذت كثير يعني، مش هلا لسه اكلين شاورما. اه ايه خلاص ماني قدراني، بدي شويه صودا لاهضم. الملك قلبتي على صوت فصاله لانه يا عمي ما اكلتي الشاورما؟ شفتي ما اطيبها؟ وانت بتقلبي على اللغه على حسب الاكله اللي بتاكليها. اكزاكتلي. يعني لو اكلتك همبرجر هتنقلي على ليبي امريكاني. اكزاكتلي. او لو اكلتك باستا هتكلميني ايطالياني. انتشرت في مصر محلات الشاورما السوري. لا مؤاخذه يعني، هي فرق ايه عنها وعن الشاورما المصري اللي احلى مليون مره من الشاورما السوري؟ احلى، اطعم، الذ. شفتي هالطريقه؟ شفتي هالطريقه؟ اه بتطفشوا منكم الناس. هلا انا اذا فاتحه محل شاورما مصري وجنبه محل شاورما سوري، هذا بتلاقي صفوف صفوف طوابير لاخر الشارع. اوكي عالسوري. عالسوري. ايش معنى بقى يا حبيبتي؟ ليش مو على المصري يا حبيبتي؟ انت قولي لي. عقده الخواجه اللي عندنا، بس اول ما نشوف بقى شويه سوريين بقى وحلوين وشعر اصفر وحركات نبقى خلاص عقده الخواجه، ننسى اولاد بلدنا ونروح على الخواجات. ليه احنا الشاورما حبيبتي عنا من زمان. احنا ازمن. شو تبع شو، العصر العباسي ولا العصر الاموي؟ احنا كفاية العصر الفرعوني. هذا التحنيط. هلا سيبونا من التحنيط، هنحكي على الشاورما. هلا رجال الشاورما لما بيبقى قاعد ساخخ سنينه، يعني السكين تبعه ساخخ. اي يعني عم يعني بعرف بالمصري سنن السكين يما، سنن السكين يما، وقاعد وعم بيقول تفضلوا اهلا وسهلا منشرفونا تعوا احضرونا، بيعطوا كومبلمنتري حبيبتي. لسانهم حلو، بيعرفوا شلون ياخدوا بالهم من محلاتهم، من نظافة محلاتهم، من وشهم السمح لله. بس بفتحوا الصبح بتشوفي هيك على بكير استفتحنا هي، يعني بتلاقيهم حلوين، بتلاقيهم كتير مهضومين. على اساس ان احنا وحشين يا عنيا؟ طب بهالمنظر اكيد. إذا كان يعني أنت اعترفتي بعظمة لسانك هلا اللسان ليس له عظمة. اللسان ليس له عظمة. خلاص يا عمي، علميا اللسان ليس له عظمة. طرف لسانك. تعالي شوفي المصريين وجمالهم وحلاوة لسانهم والنكتة، وابن النكتة المصرية. قرب يا عسل، قرب وديك حتة. ايه ما بنقولش الكلام ده حبيبتي؟ هلا المصري طبعه فكهي، بحب النكتة، خاصة النكتة بالتتبيله والبهارات. نكته؟ ايه نكته. ايه الشخ شو بدك خصه النكته. ايه بس تتزوقي وبتاكلي، حدا بقول لك صحتين وعافيه، لك بنحط لك مره تانية، لك بنكرمكم، يعطوكم بس استفتاح لك لتفوتوا على المحلات. حلو تعملوا هيك شيء. حلو. ايه انت اعترفتي بعظمه لساني. هلا لساني له عظمه. حبيبتي هلا بزعلي منك اصاله نصري، واصاله زعلة مهين. احضري يا ست أصالة وشوفي تشيز كيك بتقول ايه. هلا ست أصالة متجوزة مصري، سو لا تحطيها هلا بهالموقف عند أولاد. إنما أنتي بتقولي إن السوريين بيضحكوا على المصريين بالكلام المعسول. يعني لا حبيبتي، المصريين حكيوا معسول أكتر من السوريين. أها. شو بدك؟ أها. لكن ليش محلاتهم فاضية؟ ليش منشي مثل ما بتقولوا؟ علشان انتوا ملونين في نفسكم في عقدة الخواجة برضو. يا عمي ما عندكم بنات المنصورة روحي اتفرجي عليهم ما احلاهم. يعني ايه محلات شاورما هناك في المنصورة شغالة اكتر من محلات المنصورة في القاهرة؟ اكيد. شو بعرفني؟ محلات شاورما في القاهرة؟ ايوه شو بعرفني. يمكن اذا بدكم تتعلموا هذا سلاح. بتعرفي ما انا شو معنى سلاح؟ يعني انا مش زغلط؟ اكزاكتلي. ما انتوا ما بتعملوا شو الا بتزغلطوا. ايه بتزغلطوا؟ زغلط ايه؟ لا 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 اسمها ايه؟ من زغرط. يا بتوع محلات الشاورما المصري لازم تاخدوا موقف وتاخدوا موقف وتاخدوا كمان موقف. اكتر حاجه تخليكم ما تشتروش الشاورما السوري او بالكثافه دي هو ان هم بيحطوا توميه كتير، وده مش من مصلحه البيئه ولا من مصلحه ثقب الاوزون ولا من مصلحه البولوشن اللي اوريدي منتشر في البلد. ارجوك. شكرا. لا السوريين على فكره ما عندهم ريحه عرق توم. لا